الحكام المصريون الذين أداروا مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بامتياز، وقدموا أداء مشرفا أعلنوا به عن الوجه المشرق للتحكيم المصري، وردوا على المشككين وأثبتوا أنهم قادرون على قيادة دفة التحكيم إلى بر الأمان، وأنهم لا يحتاجون سوى الدعم والمساندة من أجل إثبات جدارتهم. نجاح أمين عمر ومحمد معروف وأحمد الغندور ومحمود ناجي وزملائهم في بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبو ظبي جاء ليثبت للجميع أن منظومة التحكيم المصرية لا تحتاج للخبراء الأجانب، وأن إدارة المباريات حتى وإن كانت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لن يفرق فيها بين الحكم المصري والأجنبي، بل أن المصري أثبت أنه على قدر المسؤولية وأنه الأفضل حينما يحصل على الثقة والدعم المطلوب. وبعد النجاحات التي تحققت مؤخرا طرحت العديد من الأسئلة نفسها، هل يصرف اتحاد الكرة النظر عن إسناد مهمة رئاسة لجنة التحكيم لخبير أجنبي، ومن يحل محله من المصريين؟ متى سيعتمد اتحاد الكرة التشكيلة الجديدة للجنة الحكام؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ هل هناك تضارب في العمل بين محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة؟ وهل يسند لأحدهما دورا جديدا في الفترة المقبلة؟ ما هي خطة تطوير منظومة التحكيم المصرية؟ وما هي الاستراتيجية التي ستسير عليها وتتعامل بها مع الإعلام خلال الفترة المقبلة؟ اهلا بكم اصدقائي. بعد الفاصل وبعد التقرير ارحب بالكابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه الشياكه دي؟ بعد ما عندك لا ده الشياكه دي كلها بعد النجاح في السوبر. تستحق يعني التحكيم الجيد في السوبر يستحق الشياكه دي. الحمد لله. حقكم. الحمد لله. التحكيم كان حلو قوي بجد. الحمد لله. برغم ان في شويه كرات كده والعاب عملت شويه لغط، بس المجمل لا الاداء حلو. الحمد لله ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. طيب وانتوا هناك شغالين وانتوا هناك المباريات نفسها، وبرضو حته ان انتوا كنتوا بتتاخروا شويه في اعلان اسامي الحكام والحاجات دي كلها، عايز اعرف ليه ايه السبب؟ الدنيا اسهل من كده. هو الدنيا اسهل من كده يعني مصر كلها كانت عارفه والوطن العربي كله عارف مثلا ان النهائي امين عمر من قبل ما تسافروا كمان. كويس. ليه كنت تتاخر؟ ما كناش متأخر ولا حاجة، احنا كان يعني هو ده اللي بيحصل في الدوري المصري، احنا بنعلن قبلها بيوم. انتوا جداد بقى لازم تغيروا. ما هنغير ديت التغيير الاستراتيجية. انت عمال تغير في كل حاجة، اشمعنى دي؟ التغيير الاستراتيجية بس، أي حاجة بغيرها بتبقى مقترح بيوافق عليه لجنة الحكام وبيتعرض على مجلس إدارة الاتحاد، مجلس إدارة الاتحاد بيوافق، يعني أنا مش صاحب القرار، قرار فردي يعني. احنا مجموعة عمل بتشتغل وبنعرض على أصحاب القرار ومجلس الإدارة، ومجلس الإدارة بيشوف ان دوت هيبقى في الصالح. هم واثقين فيكم يعني، بيديكوا كل الصالحات، انتوا شغالين براحتكم جدا. هم ما بيتدخلوش في عملنا. لكن لا يليق ان انت تبقى موجود مع مجلس اداره تاخد قرار هم غير معتادين عليه، لازم الناس يبقى عندها خلفيه على الاقل ويتناقشوا. ما تطمني يعني على طمني على الموسم الجديد ده، هتبتدوا انت معسكرات للموسم الجديد ان شاء الله؟ بكره عندنا معسكر ان شاء الله، بدايه المعسكر، عاملين معسكر على فوجين للحكام الدوري الممتاز والحكام المساعدين في المدينه الشبابيه في اسكندريه. ده اللي كان فيه المعسكر الاولاني؟ اللي كان فيه المعسكر بتاع حكام. كانش عاجب الحكام المكان؟ لا لا كان كويس. المكان كويس. انا بقول لك على كلام اتقال لي يعني، انا مش جايب الكلام. ما احنا اتفقنا بقى من زمان انا وانت متفقين على حاجه. ايه؟ الكلام المرسل لا نتطرق اليه. تمام. بس يعني احنا كان مجهز يعني مجهز كويس، ونومة حلوة للحكام، أماكن تدريب حلوة، أكل وشرب حلو. هو كبداية كويس. كبداية كويس. في أحسن يعني جاي؟ إن شاء الله، لكن كبداية كويس. احنا زي ما اتفقنا خلي الطلبات اللي هي الامتيازات نخليها مرحلة قادمة. احنا اللي كان يهمنا المستوى اللي احنا شفناه والجميع عاشت بيه، هو ده المهم. عشان خاطر لما اجي احنا دلوقتي بنتعامل زي فرقة الكورة، ما ينفعش انت تبقى مدير فني لفرقة كورة والفرقة ديت بتنافس على الهبوط، حضرتك عايز تزود بدلات وعايز تزود عقود لعيبة وعايز تجيب ملابس جديدة والمستوى يكون مش افضل حاجه يعني. هو مستوى التحكيم سابقا قبل ما تيجوا من وجهه نظرك كان زي ما يكون فرق مهدده بالهبوط؟
لا يعني هو كان غير مرضي، هو مش كان مش لا لا انا انا انت لسه قايل لما تلاقي فرقه مهدده بالهبوط ما تطلبش. انا بضرب مثل، بضرب مثل في التوقيت اللي انت تطلب فيه لازم تكون واقف على ارض صلبه، عشان لما تطلب من اصحاب القرار يعني يبقى بنفس راضيه هم بيوافقوا لك. تمام واخد بال حضرتك؟ تمام. ده المقصود، لكن انا مش مقصود ان التحكيم المصري كان زي فرقه هابطه، لا هو كان في بعض الحالات الجدليه اللي عند يعني ما كانتش راضيه لبعض. ما كانتش جدليه؟ لا يعني لا خلينا نقول جدليه، وانت عارف انها مش جدليه ومصر جدلية. كلها عارفه انها مش جدليه. جدليه لا اصل مش... اصل عايز اقول لك يعني انا كنت في الملعب مع زمايلي. انت كنت في الملعب وما زلت موجود مع زمايلي، هما انا ما بقتش مسؤول وهما حكام، هما هيفضلوا طول عمرهم زمايلي. تمام. وانا ده يشرفني يعني، وده من ضمن اسباب النجاح ان انا في وسطهم. هما بيحبوك؟ الحمد لله. مش مهم يحبوني ما يحبونيش، دي بقى دي لا انا غير. لازم عشان لما يبقى اللي قدامي انا بحبه هشتغل واتعب واجتهد واعمل ازاي بقى؟ الشغل ما فيهوش حب وكره، الشغل فيه حق وحقك. لكن لما اكون بحبك هديك عينيا. انا بحبهم. ده اللي انا واثق فيه. لكن ما تفرقش معاك يحبوك ما يحبكش؟ لا يفرق معايا ان هم يحترموني بس. ويحبوك. ده اهم من الحب. والله؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بعت للحكام وديتهم يعني مواعيد للمعسكر خلاص؟ اه طبعا. ليه الوحيد اللي ما بعتلوش الكابتن محمد عادل؟ عرفت منين؟ انا عرفت قبل الحلقه مباشره. يبقى منين؟ يبقى اكيد حضرتك متواصل مع حد. ما دي معلومه لا يعلمها الا اتنين، لجنه الحكام وهو. والله العظيم ما هو، انا بحلف على الهوا هو قدام الناس. ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حتى لو هو محمد، انا بحلف بالله العظيم ما هو عشان تاكد كلامي. انا بقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا المعلومه اللي جاتني قبل ما اطلع الهوا ان حضرتك بعت للحكام الدوليين كلهم بالمواعيد والترتيبات الا محمد عادل بس. والله ما هو في ميعاده، في ميعاده اكيد هيتبلغ. ليه؟ ما هو دولي، اشمعنى الدوليين اتبلغوا هو لا؟ في ميعاده هيتبلغ، في ميعاده هيتبلغ. امين عمر برضو ما جاش والدولي. امين عمر عشان عنده ماتش في، لا امين عمر عشان هو تبع الفيفا. فيفي مش محترف؟ محترف ايه؟ كل الحكام انت موجودين في المعسكر فوق الاول فوق التاني. وامين عمر هيجي؟ الجميع هيجوا. في فوجين. اصل بيقول لك ان سبب تألق امين عمر ان هو امين عمر شغله كله مع الفيفا ومحاضراته وشغله وتدريباته وكل حاجه خاصه بالفيفا. اه طبعا ده شيء يسعدنا، عقبال كل حكام مصر ما تبقى محترفين زي الكابتن امين، ده شيء يسعدنا جدا طبعا. اصل يعني بيقول لك إن احنا مع يعني ما فيش، قصدي حضرتك ان المستوى اللي ظهر ده اللجنه لا ما لهاش علاقه بيه يعني. عادي، احنا اللي يهمنا مش ان احنا يتنسب لينا النجاح، اللي يهمنا ان المنظومه تنجح. احنا مش جايين ننسب نفسنا حاجه، احنا زميلنا تنجح، المنظومه تنجح، التحكيم ينجح، اللي قاعدين في البيت رموز التحكيم اللي ساعدوا وجم المعسكرات وحطوا ايديهم في ايدين بعض ورفعوا معنويات الحكام وحسنا بقى ايد واحده، هم منسوب لهم هم كمان النجاح. مش لازم انا ابقى قاعد على كرسي يبقى انا اللي قلت انا اللي عملت كده، ما طلبش ان انا اعمل كده، ما يفرقش معايا. انا مش محتاج ولا بسعى ان انا اخد نجمه على العمل احنا بنقوم بيه. لا بس انت محتاج ان شغلك يظهر. لا عادي. لا انت محتاج شغلك يظهر في الملعب. مش فارقه. يعني انا لما الاقي التحكيم اتحسن السنه دي يبقى كابتن ابراهيم نور الدين وكابتن محمد فاروق ليهم بصمه على التحكيم المصري. والحكام قبلنا ان هم التزموا، احنا مهما عملنا اللي قبلنا ما كانوش مقصرين، لكن احنا كحكام كنا ممكن حاسين بنفسنا شويه، كنا ممكن التدريب ما بياخدش حقه معانا شويه، كان ممكن في جزء اهمال بيتسبب في تقصير. خلينا نتكلم بواقعيه، انا احنا ما حدش معاه عصا سحريه غير ال صح. فاي حد بيتكلم يقول امين نجح والمنظومه اللي معاه نجحت عشان هم محترفين، ده شيء يسعدنا جدا، ونتمنى ان هو الجميع لو هو نموذج والنموذج ده نجح بالتزامه نتمنى الجميع يتصرف زيه. مش مهم ان انا اللي عملته ولا هو اللي عمل نفسه ولا حاجات خارجيه اللي ساعدته فيفا وكاف، ده شيء يسعدنا جدا. هو في الاول وفي الاخر تحكيم مصر. صح اكيد. طب مش هننساق يعني خلف كلمات المقصود بيها زعزعه الاستقرار، احنا اكبر من كده. انت شايف ان الكلام ده بيستفزك انت شخصيا؟ انا كنت رديت عليه. ما بتردش؟ ارد على المحترمين اللي زي حضرتك. اشكرك من ذوقك وكل الناس محترمه،
مش معنى ان انا ممكن انا ما جبت سيره حد. لا انا عارف، انا مش انا جبت سيره، انا بقول لك انا لما اجي برد حبيبي انا عارف، انا لما اجي ارد برد على المحترمين زي حضرتك. ليه برد؟ برد للتوضيح مش للتجريح. لا استاذ ليسي، انت حضرتك اتكلمت 1 2 3، انت الصديق ليا 1 2 3 كل 1 2 3 فقط. وساعات بيحصل حاجات في الحلقات بتيجي تكلمني تقول لي على فكره في كذا. ليه 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 ليه؟ عشان احنا منظومه واحده. صح. وانت في الاعلام المصري الوطن العربي كله بيتفرج عليكم، دي حقيقه. فانا ما احبش ان يكون في حد، حتى لو الفرد دوت مش مؤثر في مجتمعنا، ان هو ياخد انطباع على حد موجود في الاعلام المصري. تمام. ما عنده نقص في معلومه ولا حاجه. تمام. بس طيب انا عندي النقطه المهمه، يعني دي الاساس، ليه ما بعتش لمحمد عادل برضه تاني؟ أوه. انا قلت عندنا فوجين، الفوج الاول بكره. طب الفوج الثاني يوم الاثنين. انت بعت الدولي؟ ما فيش حاجه اسمها فوج دولي. ما هو دولي. لا لا ما فيش حاجه اسمها فوج دولي. ما فيش حاجه احنا عندنا ده معسكر الحكام المحليين. لاستعدادا لمباريات الدولي الممتاز. الممتاز. ما فيش حاجه اسمها دولي. كل موجود، كل اللي يمتلك رخصة فار لإدارة المباريات هيبقى أهلا وسهلا بيه. مفيش مشكلة. مفيش مشاكل. ماشي خلاص. ويا جماعة بس عشان خاطر أن يعيد تاني الموضوع دي تاني مرة، أقعد قصاد حضرتك ولآخر مرة أنا أحب إن أنا أسمع كلام على فرد، لأن الفرد ده في الأول وفي الآخر أخويا زميلي. سافرنا مع بعض، كنا مع بعض، وعشنا أيام حلوة مع بعض، وعشنا أيام فيها ضغوط مع بعض، فانا ما عنديش مشاكل مع اي حد، انا اللي هكسب بيه هلعب بيه. وهو حكم كبير. والمبدا ده حلو قوي على فكره. هو حكم كبير. طبعا. وهيساعد في نجاح المنظومه، هو ومحمد الحنفي، ان شاء الله محمد عاشور يبقى موجود، انا كان من البدايه الصباح يبقى موجود. وان شاء الله اي حد هينجح في الاختبار، ما هو المبدا عندي ان انا ما عنديش سبيشال ليسي. فاهمني مش فاهمني؟ في الليسي، في الاستوديو كله 45 فما فوق يسرع الجميع، الجميع حكام. محمد عادل يزيد ايه عن محمد الحنفي؟ محمد الحنفي حكم دولي قبل محمد عادل. صح ولا غلطان؟ يبقى انا ما استثناش محمد عادل وابعد محمد الحنفي، الاثنين حكام كبار، والاثنين ينجحهم المسابقه بتاعت الدوري المصري، اللي اللجنه موجوده عشان تنجح المسابقه، وعشان الانديه يبقى عندها حاله رضا. لما ابعت محمد عادل ومحمد الحنفي ومحمود عاشور ومحمد الصباح، الناس اللي ليها اسم وخبرات وتاريخ تنجحني، انا هبقى سعيد. هنشوف اللي شفناه مع امين عمر. صح. ماشي. من علمك والله العظيم انا دايما بقول احنا عندنا حكام كويسه قوي. عندنا حكام تقال. يكفي ان انت واحد زي محمد الحنفي انت بتتكلم عليه، الحنفي قعد طول الموسم بره، وساعه ما اديته ماتش بيراميدز و لا ماتش المقاولين وبيراميدز عمل ماتش حكايه، كانه بيحكم بقاله مثلا طول الموسم. خبرات. وهو كان بقاله طول الموسم ما بيحكمش. خبرات. لكن لما ولما خد عمل ماتش حلو قوي. انا شخصيا كنت بتفرج على الماتش انا مذهول، وايه الاداء ده؟ محمد الحنفي من الحكام اللي عندها سوء حظ. محمد الحنفي لو كان متواجد في القائمه الدوليه كان عدى تاريخ ناس كتير جدا في القائمه الدوليه في التوقيت دوت. فمحمد الحنفي يعني تقديرا لتاريخه، ان كفاية ان عمل الاختبار السنة دي امام الجميع. ويمكن اللي ريحه نفسيا ان هو حس ان هو ياخد قدره. صح. ان انت مش موجود. لازم الكبار يعرفوا قيمتهم وقدرهم. انا مينفعش اتعامل مع محمود عاشور ومحمد عادل ومحمد حنفي ومحمد صباحي بعد 45 سنة و 46 سنة بلغوا من العمر، و 20 25 سنة في التحكيم، كانوا على قدر المسؤولية ونجحهم مسابقات المحلية بشكل كبير، وفي الآخر يعني يبقى تقديرهم خروجهم لازم يخرجوا من الباب الكبير، زي إبراهيم نور الدين ما خرج من الباب الكبير. أنا مش هسيب حكم كبير يخرج إلا من الباب اللي أنا خرجت منه، حتى لو أنا الناس بتقول إن أنا على خلاف مع حد، أنا لازم أقدر تاريخ زمايلي. إبراهيم نور الدين خرج من الباب الكبير صح؟ أنتوا اللي بتقولوا. بس هي كانت غريبة ان انت لسه موجود اصلا كحكم وبتاخد منصب زي ده، دي كانت غريبه جدا بصراحه. يعني انت لسه موجود كحكم وبتاخد منصب، كانت مفاجاه. طيب المفاجاه ديت يعني نجحت ولا لغايه دلوقتي ماشيه كويس؟ ماشيه كويس. خلاص يبقى نشكر الناس اللي فكرت فيها. هو انت اللي فكرت فيها ولا في ناس فكرت فيها؟ لا انا ما بفكرش على حاجه، انا عمري ما سعيد على حاجه. يعني انت ما حاولتش تسعى لها؟ ما فكرتش في المنصب ده؟ اصله ما كانش موجود.
هو كان في حاجه اسمها مدير فني للجنه الحكام؟ ما كانش فيه. كان موجود الكابتن جمال الغندور كان مدير فني مع الكابتن محمد حافظ اول ما اعتزل التحكيم. ده احنا ما شفناش بقى الكلام ده، ده كان زمان. خلاص انت ما شفتش. احنا شفنا الكلام ده، ده توجع. الكابتن عصام عبد الفتاح. الكابتن عصام عبد الفتاح مدير فني لجنه الحكام. لجنه الحكام في الامارات. ايوه المنصب ده موجود في الامارات مش موجود عندنا، انا بتكلم عندنا في مصر. احنا ما بنقلش عن حد. ايوه بس هو ما كانش احنا كان عندنا قصور الفتره اللي فاتت في ايه؟ بس احنا دايما بنفكر في ايه؟ انا بفكر ان انا اشوف بيفصلوا حكم. بيفصلوا الكلام اللي تاني ان هو تفصل. لا بوزيشن ما قلتش تفصيل، انا بقول دايما حتى لو احنا فكرنا في المنصب ده بنشوف حكم من الحكام مثلا بقاله 4 5 سنين 10 سنين بعيد ونجيبه، لكن حكم لسه موجود ويجي هي دي بس المفاجاه. السعوديه جابت مارك كلاتنبرج وهو حكم كان بيحكم وماسك اللجنه، على الاقل انا ما رضيتش احكم وجات لي ماتشات وما رضيتش اروح. في السعوديه؟ في الدوري السعودي يعني؟ اه كان بيحكم في الدوري السعودي. لا انت جات لك ماتشات فين؟ جالي ماتشين في افريقيا. في افريقيا وما رضيتش؟ اه طبعا. ليه؟ يعني الناس هتاخدها ان هو المباراتين دولت ان انا هروحهم سعيا ورا المال، فانا حبيت احافظ على برستيج الوضع يعني. بس ده الاتحاد الافريقي اللي باعت لك. معلش زمايلي اولى بيهم، انا مش هكمل، زمايلي اولى بيهم، انا لما اتشالت اتحاد زمايلي. انت ما ساعدتش الماتش الاهلي والزمالك عشان تختم بيه؟ لا خالص؟ خالص. هو اللي جالك؟ عارفه قبلها بفتره يعني. ما كلمتش بريرا عليه انا هعتزل عايز اخرج بشكل حلو عايز اخرج بمباراه؟ انا ما كنتش هعتزل على فكره، انا كنت هكمل الموسم. انا طلب مني مستر بريرا قعد معايا والكابتن محمد فاروق كان رافض المبدا اعتزالك. اه واتحطيت في ماتش وكابتن فاروق بلغني وبعدين رحت قعدت معاهم في اللجنه. هو كان شايف ان هو محتاجني في التوقيت ده. اللي حاطني في المنصب ده مستر بريرا. مين اللي فكر بقى في المنصب ده؟ مستر بريرا اللي فكر في المنصب ده. مستر بريرا وهو اللي رشحك ليه قبل ما يمشي؟ وهو ده رسميا. هو اللي رشحك للاتحاد قبل ما يمشي؟ ده مش رشحني، طلب. ده طلب رسمي. طلب رسمي. مجلس اداره الاتحاد عين الدكتور عزب حجاج لاحتياج لجنه الحكام لخبراته الاداريه. وطبعا انت حضرتك عارف الدكتور عزب حجاج قيمته الاداريه عامله ازاي يعني. مفيش خلاف عليها طبعا. يعني رمانه المزام بتاعت اي لجنه حكام. طبعا طبعا طبعا. بكل التقدير والاحترام. راجل محترم بيخدم المكان مش محسوب على حد. دي حقيقه، دي حقيقه طول عمره. ومستر بريرا كان شايف اكتر من مره الحكام اتكلموا معاه ان الجزء الفني احنا يعني بنفتقده شويه. فهو فكر فيك. هو شاف هو ليه نظره مستقبليه بصراحه يعني، هو خبراته عاليه عشان برضو الناس ما تفكرش ان انا لا، انا فعلا بحب الراجل ده جدا والراجل ده راجل فير وعادل وحب يطبق سيستم ممكن يكون ماشي في اوروبا، بس هو ممكن اختلاف الثقافات او عدم التعود الحكام على اخذ مباريات على فترات متباعده هو ده ممكن اللي يكون يعني. وده غلط على فكره. اثار استياء البعض يعني. لا هو غلط. انت زي الحكم زيه زي اللعيب، لازم يبقى رجله في الملعب عشان مستواه يفضل زي. هو ده اللي احنا عملناه قبل مباراه السوبر ان احنا دفعنا بالحكام اللي حطيتهم في دوري الممتاز به. كان حلو قوي. انا ساعه ما شفت الجدول الحكام الممتاز به اتبسطت جدا لما لقيت احمد الغندور ولقيت مجموعه من الحكام موجودين، قلت لا ده صح. طيب حاجه لفتت انتباهي لما نزلتوا تشكيل الحكام في ماتش الاهلي والزمالك. ما عنديش مشكلة لا في أمين عمر ولا في المساعدين ولا في الرابع، لفتت عيني حاجة واحدة بس، حكم فار محمد معروف، مساعد حكم فار محمود عاشور. تيجي ازاي؟ عادي. مفروض محمود عاشور وبعد كده محمد معروف. لا دي رؤية اللجنة، رؤية اللجنة. اهي بص جت بقى ازاي انا مش عارف. حاجة تفرح. ده ما شاء الله، ده خلاف، لا خلاف والله، والله العظيم. انا يعني انا كنت بتفرج على الماتش وبتفرج على التحكيم في نفس الوقت، انا طبيعتي كده ما باجي اتفرج يعني. لا حاجه تفرح. هو انا اقول لحضرتك هي جت ازاي. هي برضو نظره مستقبليه الاستراتيجيه للمستقبل جايه اللي جايه، ان كان في خلاف على قائمه الفار السنه دي ان الحكام المرشحين لكاس العالم عايزين يبقى معاهم الشرطين عشان يلعبوا. يبقى يلعبوا على المقعدين. يبقى لا انا بس عشان ابقى واضح وصريح. واضح وصريح. هم عايزين يبقى ليهم فرصتين. لا يروح حكم، لا يروح حكم فار. لكن شرط الفار ليس له علاقه ان انت تروح كاس العالم من عدمه، لان هم مترشحين حكام، محمد معروف وامين عمر مترشحين حكام ساحه. لكن هم عايزين ياخدوا الشاره الثانيه مش عشان تفيدهم في ترشيح حكام الصفار، عشان خاطر يبقى عندهم فرصه اخرى فار. ان هم اتعرفوا في الفيفا وبقى لعبوا كاس عالم 17 سنه وكاس عالم 20 سنه، فيبقى عندهم مساحه اللي ما يبقاش متواجد كحكم يبقى موجود كحكم يطلع فار. ساحه
يطلع فار لو مش موجود ساحه يعني. فهم كانوا بيسعوا ان هو للدخول للقائمه الدوليه. فانا كان هي لها شروط ان هم لازم يكون لعبوا 15 مباراه في الدوري الممتاز يعني فار. ف في ناس كتير ما لعبهمش. واحد لعب ثلاثة واحد لعب سبعة. لا مين ما لعبهمش؟ خلاص ثلاثة وسبعة. فأنا لازم بدور أعمل إيه؟ أجهزهم من البداية وفي المباراة الكبرى عشان ياخدوا الثقة وعشان خاطر يبقوا متواجدين، عشان خاطر الفرص بتاعتهم تكبر، عشان خاطر ده واجبي ناحية التحكيم المصري مش ناحية أشخاص. تمام. فاللي بيبقى عنده مسؤولية وعايز يعمل للمستقبل يبدأ يدرج الحكام، يوصلهم لشروط الترشيح عشان في اخر الموسم لو احتجتهم لو احتجتهم بقى في الزام في شروط الترشيح الجديده اللي جينا يبقى هم مكملين العدد يبقى هم بتاعهم. يبقى هم يستوفوا يعني. محمود عاشور ما زعلش؟ لا خالص. محمود عاشور اكتر واحد كان سعيد بيهم لان هو واقف معاهم عشان الاثنين عندنا مرشحين لكاس العالم. لا انا ما زعلش ان هو مش حكم فار، ان هو كان حكم فار مساعد، ما زعلش من لا دي. لا خالص. هو محمود عاشور زعل لما كان حكم فار مساعد في نهائي الاولمبياد. دي اولمبياد انا بلعب ماتش وده الدوري المصري اللي وداه الاولمبياد. محمود عاشور راجل ملتزم ومحترم وعايز ينجح المنظومه، هو حاسس باللي التحكيم فيه وكلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض وقرينا الفاتحه من قبل ما نمشي على محدش يفكر غير في نجاح المجموعه. واي حد كان بيبقى موجود في مكان كان بيوافق. ما هو لو احنا بنقول بقى عاشور زعل يبقى محمد معروف يزعل انه ما لعبش برضه ما كان امين. ما هو راجل مرشح لكاس العالم راخر يعني. هم اللي هو حكم واحد اللي يحكم الماتش خلاص. ما هو برضه ما هو برضه عندنا حكام فار كويسين. احمد الغندور حكم فار كويس كان ممكن يقوم بالدور ده طبعا. فمش عايزين يعني على فكره يعني الديتيلز الصغيره دي الديتيلز الصغيره والله هي لفت انتباهي. ما مش مجرد والله لفتت انتباهي. الاهم خلي بالك انا لما اجي اقرا خبر في حاجات كده بتقع عيدي عليها ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها. انا بتوقف هو عندها. ده بقى اللي عايزينه. انا امبارح اول امبارح لما نزلت انتوا بالليل انا توقفت عندها بصراحه. قلت ايه حتى في الاول افتكرت انك كتبت غلط، لقيتها قبل الماتش زي ما طلعوها دلوقتي على الشاشه اتكتبت. قلت لا يبقى هي مقصوده. انا بس عايز اوجه رساله لاخواتي الحكام زمايلي اللي لفت نظر حضرتك. لو كان في خطا حصل من الحكام اللي تم تعيينها وتم لفت انتباه حضرتك عليه كان الموضوع هيثير الجدل. نجاحهم نجاحهم خلى اي تحفظ ضد التحكيم انتهى. هو ده الدرس. ده الدرس اللي احنا ناخده ان النجاح بيسكت كل حاجه. مش عايزين نقول نسكت 11 بيقفل كل حاجه يعني بيغلق بيغطي على كل حاجه بيغلق. لا احنا ما فيش حاجه عندنا تتغطى بس هو بيغلق الشكوك وده افضل شيء. وانا مش انا ما كنتش شاكك. لا انت كنت مستغرب. استغرب في فرق بين الشك والاستغراب. هو الشك زي الاستغراب. ما بتصممش عليها. انا كنت شاكك انها مكتوبه غلط لكن مش يعني استغربت كده قلت ماشي عديها بس قلت لما اشوفك هقول لك عشان ايه لازم اواجهك بكل حاجه. طيب بعد ماتش الزمالك وبيراميدز والكوره اللي حصل عليها في اخر وقت والكلام ده كله اتعاملت مع الموقف ده ازاي بعد الماتش مع الحكام؟ لا ولا حاجه خالص. هما احنا بس عايزين عايزين يعني نسعد بحضرتك والساده المشاهدين يعرفوا اللي احنا هنعمله الفتره اللي جايه. احنا خلاص ملف السوبر اغلقناه خلاص رغم تميزنا الحمد لله. لنا له ما له عليهم عليه. المباراه انتهت. الاشادات بنشكر الناس عليها والانتقادات بنشكر الناس عليها وبنحاول نراجعها لو هم عندهم حق او في شيء من الصحه منه هنحاول ان شاء الله نعمل على تصحيحه. لكن الاهم من كده عشان خاطر انت حضرتك سالت سؤال واحنا بعدنا عنه. ايه راي حضرتك في الكلام المرسل اللي جه ان احنا تم استبعاد حكم كبير زي محمد عادل وبعدين حضرتك فوجئت ان هو هيبقى موجود في الفوج الثاني؟ اوكي خلاص. لا ما هو انت وضحت لي المعلومه. اللي وصل لحضرتك المعلومه كان يقصد ايه؟ كان مستغرب ان احنا ضد. لا هو مستغرب ان احنا ضد. مش احنا ضد والله العظيم. ما محمد عادل اللي قال. ما انا عارف ما انا عارف. انت بتضد مين؟ ما هو مش محمد عادل اللي قال لك. انا محمد عادل راجل محترم. انا بقول لك ما بيتكلمش مع ما بيطلعش ما بيسربش اخبار وما بينقلش كلام. انا بقول لك والله العظيم. ما هو احنا عارفين الكلام ده كويس. مش هو اللي قال لي. لا وخلي بالك احنا السلوكيات ديت الفتره اللي جايه الحكم هيتحاسب عليها اكتر من اخطائه في الماتش لان اخطائك في الماتش ممكن تكون غير متعمده. تمام؟ ممكن تكون سوء تقدير، موقف تحرك خاطئ، لكن
السلوكيات مهمه جدا. انت صح. حكم صح. حكم ده يعني سفير بره مصر صح. سلوكياتك اهم من ادائك التحكيمي، لان سلوكياتك هي اللي هتصفي نيتك وتصفيه نيتك هي اللي هتنجحك وتنجح زمايلك. فالسلوكيات الفتره الجايه دي هتحاسب عليها، هتحاسب عليها جامد جدا، واحنا قادرين على ذلك. بالوقف توقفوا والله اي شيء في مصلحه التحكيم احنا هنعمله طبقا للوائح، بس لازم تبقى متاكد. طبعا. اصل هتتاكد منها ازاي؟ طبعا هتعرف تتاكد منها؟ اتاكد من ايه؟ ان في حد من جوه الحكام بيسرب معلومه كده بيقول كده، هتقدر تتاكد؟ مش هتقدر تتاكد منها. والله يعني احنا لو اتاكدنا من ذلك هنحاول نقاوم الاول. تمام. يعني لو اتاكدنا ان حد بيعمل حاجه زي كده هنجيبه وهنقاومه، انه في الاول وفي الاخر حتى لو تم استبعاده واعتزل ايا كان هو مين، في الاول وفي الاخر ده محسوب على منظومه التحكيم، ومنظومه التحكيم كلها لازم تبقى ايد واحده. القايمه الدوليه تيجي امتى ان شاء الله؟ يعني بعد ما تعتمد من الفيفا تيجي لك انت؟ على المعتاد تقريبا بتيجي في نص 12 تقريبا او اخر 12. متوقع ان القايمه اللي انت بعتها يتوافق عليها بالكامل؟ اتمنى 20 حكم في مصر ابو دوليين. اكيد. كلهم زمايلي اتمنى لهم التوفيق والخير. اكيد. انت تتوقع ان هي هتبقى تعتمد بالكامل؟ الله اعلم. ما مش انا عملت شغلي باللي يرضي ربنا واللي فيه مصلحه بلدي. اللي يجي يجي واللي ما يجيش كل واحد ياخد رزقه. لو لقيت حد كده دخل مش هتضايق؟ مش هتضايق خالص. خالص خالص تتعامل عادي. انا اديت عملي بمرضي ضميري. اي حد يجي هنعمل لهم كلهم حفل التكريم وعلى حساب الشخص زي ما وعدت حضرتك. دول زمايلي. استعزمني انت، هتبقى موجود من الناس اللي هتكرم. الوقت اللجنه الجديده اخبارها ايه؟ اللي انا عرفته ان انتوا بعد السوبر المفروض انكم هتقدموا بقى تشكيل لجنه كامله لاتحاد الكوره بتاع الكلام ده كله، هل ده وارد ولا هتفضلوا كده لغايه ما يجي الاتحاد الجديد 10 ديسمبر وليه حريه بقى لاختيار رئيس اللجنه؟ والله يعني الموضوع دوت كابتن محمد فاروق اتكلم مع مجلس الاداره، هم كان لهم راي، هم مش عايزين يحطوا مجلس الاداره الجديد في موقف محرج، وفي نفس الوقت ما يحطوش زمايلنا الساده المسؤولين اللي هيبقوا موجودين في لجنه الحكام في موقف محرج. حضرتك ممكن تيجي رئيس اتحاد بكره، حضرتك بتستريح لطريقه عمل اشخاص معينه. صح. ممكن بكره الصبح ابراهيم نور الدين موجود، يبقى بكره الاستاذ الليسي هو اللي موجود. صح. فاحرج ابراهيم نور الدين ليه؟ صح. فالموضوع كله حوالي 45 يوم. فمجلس الاداره بيفكر يعني ده 10 نوفمبر فتح باب الترشح خلاص، يعني ناس بتفكر في الاتجاه ده. الاتجاه ده ممكن مثلا احنا عندنا الفترة دي تعيينات مباراة جميع الأقسام بدأت. شغل كتير جدا، محتاج إن الناس تمسك ملفات. صح. ممكن إحنا ثلاثة موجودين، الكابتن فاروق الدكتور عزم والكابتن فاروق وأنا. ممكن يكون العبء علينا كبير، فإحنا عايزين مجموعة ممكن تستعينوا بناس خلال الشهر ونص اللي جاي ده يعني يشتغلوا معاكم؟ إحنا بنفكر في كده، والكابتن فاروق طلب كده، وفي الأول وفي الآخر القرار قرار مجلس الإدارة. في كلتا الأحوال إحنا لا نمتلك غير إن إحنا نأدي عملنا، وده واجب وطن احنا بنقوم بيه. اكيد. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدر المسؤوليه والمباراه تنجح، وفي الاول وفي الاخر برضو نجاح المباريات زي ما حضرتك قلت بيغلق جميع الابواب. صح. وجميع ده صح. علامات الاستفهام. اسالك هنا سؤال، يعني بالنسبه للحكام او تعيينات الحكام للدوري الممتاز هتبقى اختصاصاتك ولا اختصاصات كابتن فاروق ولا دكتور عزب؟ اختصاصات اللجنه. هتقعدوا انتوا الثلاثه مع بعض وتحطوا الجدول؟ بص يا استاذ الياسي، لو الموضوع يخص الكابتن فاروق لوحده، لو انا قلت الكابتن فاروق اللي هيعمل ده، التعيينات هي الفينش بتاع الشغل. طب يبقى لما تحصل حاجه يقول لك اللي اختار الحكم ده فلان، يبقى انا يعني بهرب من المسؤوليه. انا اي حاجه الكابتن فاروق والدكتور عزب هيعملها انا صبرت معاهم وانا مشارك فيها. يعني هم اللي هيحطوا الجدول؟ اللجنه الثلاثيه اللي موجوده. حلو. بتشارك في جميع الاعمال. جميع الاخفاقات هتنسب لكم كلكم، هتنسب لينا كلنا، وجميع النجاحات تنسب للدكتور عزب والكابتن محمد فاروق. وانت لأ ليه؟ ما انت عضو في اللجنه. مش مهم. اصل بص احنا بشر، انت كده حسسني ان احنا في ايه شغل الملايكه ده. مش فارقه. لا ازاي؟ مش فارقه. هو الواحد عايز يحس انه ناجح ازاي؟ لما الاقي الناس بتشيد بشغله، الانديه بالنسبه لكم بتشيد بالتحكيم، مفيش حد رفع سماعه التليفون عليك وقال لك انا عايز حكم اجنبي، مفيش الكلام ده، يبقى انت ناجح، يبقى انت ماشي كويس. هيجي ماتش اهلي وبيراميدز، محدش هيقول لك عايز حكم اجنبي، هيجي اهلي وزمالك، مش هيقول لك عايز حكم اجنبي، يبقى انت ماشي كويس، يبقى النجاح هينسب للكل. صح كده؟ ده في الراي العام.
انا عارف انا ناجح ولا مش ناجح. وتعرف ازاي؟ انا عارف. هتعرف من الناس. انا ليا ضوابط شخصيه ببقى عارف اللي انا بعمله صح ولا غلط. ما ينفعش انا براجع نفسي اول لازم بأول. الناس هي اللي تقول لك انت صح ولا غلط. في ناس انا ما بنتظرش الناس ممكن تكون بالنسبه لي مش مؤثره. انا في اشخاص معينه في حياتي مرجعيه ليا. حكام قدامى يعني؟ طبعا الكابتن جمال والجندور والكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن وجيه احمد الكابتن قادر عبد العظيم الكابتن حسين علي موسى ناس ما لهاش سعي على المنصب. لما هيجي ينصحك او يواجهك هيوجهك فير. لكن ممكن حد تاني يكون بيسعى على ذلك عايز مكان فهو انت بتعمل حاجه صح يقول لك دي غلط. هل انت بتفكر ان يبقى داخل انتخابات اتحاد الكره مقعد للحكام؟ بفكر. اه ده لازم، ده شيء الزامي. يعني ايه لازم؟ ده شيء الزامي لازم. لو انتوا عايزين التحكيم يبقى ليه مكانه ايوه ان لازم يكون، لان الفتره دي في مجلس الاداره ده وهم لهم مني كل التقدير والاحترام. التحكيم ليه فنيات وليه خبايا مش اي حد يعرفه. طب هو مش ده السؤال الصغير اللي حضرتك سالتهوني. طب هو مش لازم يعني في حكم موجود جوه الاتحاد في رئيس؟ هو في رئيس لجنه وفي رئيس اللجنه شغاله معاه. رئيس اللجنه ده لازم يكون ليه مشرف ويكون ليه متابع ويكون هو عارف خبايا التحكيم. او لو مش عضو مجلس اداره، مفيش عضو مجلس اداره، يتم تعيين مستشار لمجلس الاداره يكون فني عشان يقدر يحدد ده صح ولا ده غلط. بس انت بتقولي ده لازم يبقى فيه مقعد للحكام. يعني عشان خاطر الفتره اللي جايه التحكيم محتاج دعم. وانتوا شفتوا الكابتن عصام عبد الفتاح في مجلس الاداره لما كان في دورتين متتاليين كان يعني كان في باور شويه للتطوير وكان عنده مساحه ان زي ما يبقى في حد مسؤول في شؤونه القانونيه وحد شؤون الماليه وحد للمنتخبات وكل واحد يسعى على نجاح الملف. فوجود شخصيه تمثل التحكيم المصري مهم جدا. فالزاميا يعني الزاميا لتطوير الكره في مصر. ما انت هتلزم مين؟ ما هو مفيش لائحه. ما بتقولش كده. احنا ما بنقولش، احنا بنقول ده شيء الزامي. هو احنا بالنسبه لنا احنا الزامي. احنا نتمنى ذلك عشان خاطر ننتقل الفاظ يعني عشان المتلقي يعني يستوعب. طب انا هقول لحضرتك، يعني انتوا كحكام هتتفقوا مثلا على شخصيه وتروحوا تقدموها لمرشح من المرشحين؟ احنا متفقين كحكام ان الكابتن مثلا ابراهيم نور الدين هو عايزينه يبقى موجود في الانتخابات مثلا؟ اتمنى ان احنا نعمل دوت. احنا دلوقتي كلنا مترابطين واتمنى ان الرموز يختاروا حد يبقى جوه الاتحاد، يكون جوه مجلس اداره الاتحاد. والناس طبعا هترحب بده جدا لان اكبر مشكله لاي مجلس اداره التحكيم. كلهم بيقعدوا على الترابيزه تسعة الانديه بتشتكي وهم عايزين يردوا. الحكام ليها طلبات، ليها امتيازات، ليها حقوق، ليها استراتيجيه عايزين ينفذوها، هل صح هل غلط. فلازم يبقى فيه، هو علم الاداره ان لازم بعد التعيين متابعه. فالمتابعه دي لازم تكون متخصص. يعني الكابتن حازم امام لما جه تم تكليفه الاشراف على المنتخب، مش هيقولوا الاشراف على النواحي الماليه او النواحي القانونيه حتى لو مؤهله يسمح بذلك. ليه؟ لان خبراته في المجال ده. كابتن بركات في المنتخب الاولمبي. فالمتخصص لازم يكون في حتته. فمين هيشرف على لجنه الحكام من مجلس الاداره؟ حتى لو رئيس مجلس اداره الاتحاد، رغم ان كل تقدير واحترام الاستاذ جمال علام ما بيأخرش عننا حاجه وبيدعمنا بشكل معنوي ومادي بشكل كبير، لكن في الاول وفي الاخر لابد من وجود حكم سابق يكون عنده شخصيه، يكون قوي، يكون قادر على تنفيذ الاستراتيجيه اللي لجان الحكام هتحطها ومتابعتها. تمام. يعني انت ممكن تسيب بقى المنصب اللي انت فيه ده كمدير فني للجنه الحكام وتخش اتحاد الكوره؟ بتضحك ليه؟ قلت ايه؟ انا يعني ما انا في البدايه قلت اللي الرموز يتفقوا عليه. اوكي. فانا ما اقدرش انا اقول انا كده انا يعني مش جاي اسوق نفسي ولا اعرض نفسي. اللي الناس هتقول عليه انا اخر واحد هتفق معاهم. اللي الكبار هيقولوه احنا انا اول واحد هوافق عليه. يعني لو قال ابراهيم نور الدين هتوافق؟ لو هم شايفين ان ابراهيم نور الدين هو اللي هيقدر يقوم بذلك انا ما عنديش اي مشكله. لكن وتسيب المدير الفني للحكام؟
ولا تحتفظ بالمنصبين؟ انا ده انا هبقى مجموعه مناصب بقى، مش منصب بس، وانا كل الناس اللي هتشتغل هيبقى في استراتيجيه، هيبقى في تعاون، هيبقى في تعاون مشترك. يعني هيبقى في تعاون، يعني في ابراهيم نور الدين يعني مش ساحر، في ناس كتير جدا متواجده تقدر تنفذ. اهم حاجه الاستراتيجيه ومتابعتها للتنفيذ، مش مهم مين اللي يشتغل، المهم البلان اللي حضرتك هيتنفذ انت هتتابع تنفيذه من عدمه، ده اهم شيء، ده اهم شيء. ان حضرتك لما تيجي فريق الاعداد يدي لحضرتك شغل، الشغل دوت حضرتك تنفذه، والمخرج يشوفك ان انت بتنفذه، يكمل معانا الشغل، يكمل معاك الشغل صح. بس لكن ما انا هقعد على كرسي، انا عضو مجلس اداره وهنجيب ناس فنيين وناس اداريين ومحدش يعمل حاجه؟ لا. العلاقه اللي بينك وبين الكابتن فاروق دلوقتي اخبارها ايه؟ هل النجاح في السوبر؟ بص شوف، هنرجع تاني، النجاح بيغطي على حاجات كتير. العلاقه بينكم اخبارها ايه دلوقتي؟ انا من اول يوم دخلت، لا ولا من اول يوم ولا من اخر يوم، الدنيا ما كانتش حلوه. انا بتكلم عن لفتره نفسي. من الفترات لو سمحت، الدنيا ما كانتش احسن حاجه. لو سمحت، لو سمحت. حاضر، انا هسكت. انا من اول يوم دخلت اللجنه وانا بشتغل، بس ما عنديش وقت الخلافات ولا عندي رد على خلافات. لما دخلت اللجنة انت لازم يكون عندك خطة، الخطة ان انت لازم يبقى في حملة تثقيفية وتوعية للحكام، وبعد الحكام هتخش على اللاعبين وهتخش على الاندية وهتخش على الاعلام، عشان خاطر الجميع يبقى عندهم المعلومة، عشان خاطر نعرف على الاقل نحد بلاش نمنع، نحد من اثارة الجدل، عشان خاطر ايه سبب اثارة الجدل؟ عدم معرفة المعلومة. طيب. أنا عندي معلومة بخبيها عليك، أخبيها عليك ليه؟ أخبيها على اللعيب ليه؟ تمام. أنا رحت للأربع أندية. أنا عارف، سوبر. رحت سيراميكا وبيراميدز والأهلي والزمالك. سيراميكا والأهلي والزمالك. رحت لهم، أنا رحت لهم عشان إيه؟ هم كلهم زمايلي وأصحابي وبشوفهم في كل مكان. أنا رحت عشان خاطر أنا عندي مادة، المادة دي هم لازم ياخدوها عشان المباريات المحلية والمباريات الدولية. هل لما حدث شيء في الملعب اديت المحاضرات، اديت المحاضرات التعديلات زي الحكام خدوها بالظبط، اللعيبه والاجهزه الفنية قعدوا معاك محاضرات في الملعب؟ لا، في الفندق، في مقر اقامتهم. اوكي. فانا من دوري ان انا لما يبقى ماسك منظومه لازم عشان انجح الكل يعرف بمنتهى الشفافيه الشغل شكله ايه. صح. فانا مش هاجي ابقى متواجد في منصب واقول لا، ما انا اسف. فكابتن محمد فاروق اول ما جيت انا بدات الف على المحافظات، لان احنا في دخولي كان في المعسكر بتاع الفيفا للمحاضرين والمعدين البدنيين. انا ما اعرفش مين اختار الناس دي، والناس دي اللي هتنجحني، هي دي ادواتي، هم دول المدربين اللي هيشتغلوا على الحكام ويطوروا مستواهم، هياخدوا مني المواد التعليميه، هيدوا للاخوه الحكام في المناطق تلك المحاضرات. طب انا اعمل ايه؟ لازم اشوفهم هما بيلكم محاضره، ما رحتش اشوف الحكام. انا بقيت اروح اشوف اداء الساده المحاضرين. انت ما فيش حكم سابق مش هيبقى عنده معلومه تديله التعديلات مش عارف يقولها او القانون، بس انت ممكن تكون شاطر في الاستجابه لكن مش شاطر في الالقاء. توصيل المعلومه، توصيل المعلومه دي موهبه طبعا، فانا لازم اشوفك انت كمحاضر هتقدر توصل المعلومه من عدمه. صح. كلنا واحنا صغيرين كنا بناخد دروس، في مدرس بيعرف ينجحك، في مدرس انت يقعد ما تقدرش. فروحت في مجموعه منهم كبيره جدا كانت على قدر المسؤوليه، في مجموعه كانت محتاجه ان هي تغير طريقه الاداء عشان خاطر الاداء كله يبقى في توافق، وده تم الحمد لله. طيب. وماشيين بخطى ثابته. اما بما يخص الكابتن محمد فاروق، ايوه، مفيش اي خلاف بيني وما بينه، وانا ما عنديش خلاف مع حد ولا هيبقى في خلاف مع حد. الكابتن فاروق عشرة تتخطى اكتر من 25 سنه، اول ماتش اهلي وزمالك كان الكابتن محمد فاروق رقم واحد في القائمه الدوليه في 2014، كابتن عصام عبد الفتاح الدوني، اول مكالمه جات لي من الكابتن محمد فاروق. وعلى فكره هو الراجل راجل محترم وطيب وعلى خلق، وانا مش عارف هم ليه دايما بيحطوه في جمله مفيده مع ابراهيم، ليه؟ عشان هم مش عايزين استقرار، هم عارفين وجود ابراهيم ومين يعمل استقرار. ما هم مين؟ ما انا عايز اعرف هم مين؟ يعني الناس مين اللي ليه مصلحه ان دايما العلاقه تبقى متوتره بين كابتن ابراهيم وكابتن فاروق؟ لا مش كابتن ابراهيم وكابتن فاروق، متوتره دايما في رجال الحكام، لان الحكام ماده
والحكام مش مسموح لهم ان هم يطلعوا يردوا. احنا لما بدانا نطلع نرد والناس بدات تستجيب ورموز كبيره في الاعلام استجابت وتفهمت وغيرت. احنا دلوقتي هنلاقي ايه في الاستوديوهات نتكلم فيها بقى؟ احنا واخدين يعني الحكام دي لازم تبقى ساعه في اليوم في كل مكان. لكن دلوقتي خلاص احنا بنقفل ابواب الشك. انا لسه بلك ما اسيب نفسي ماده ليك تتكلم فيها. وعلى فكره كابتن محمد فاروق طلب مني واحنا في الامارات ان هو يطلع يصرح ان انا ابقى متحدث رسمي اسم اللجنه. قلت له بس نركن الموضوع ده دلوقتي لحد لما تشوف الدنيا تمشي ازاي. ده صح. طيب عايز امبارح مارسيل كولر فاجئنا في المؤتمر الصحفي ببند موجود ان موضوع يوسف ايمن لما جاله ارتجاج ان من حق الفريق اللي اللعيب يجي له في ارتجاج ان يتم استبدال حتى لو خلص كل استبدالاته يعمل استبدال تاني او ياخد تغيير تاني. فسالت الكابتن محمد فاروق، انا اللي سالت الكابتن محمد فاروق، قال لي الكلام ده مظبوط 100% لكن مع بدايه الموسم. السوبر بيعتبر نهايه موسم، لكن احنا اخترنا الانديه ان مع بدايه الموسم الجديد لو حصل كده يبقى من حق الفريق لو خلص تغييراته وحصل لعيب جاله ارتجاج ياخد تغييره تانيه، وقصادها برضو الفريق المنافس ياخد تغييره تانيه. اللي حصل امبارح ده بيقولوا جيت بعد كده عرفت ان ايه، ان لجنه المسابقات هي اللي ليها الحق انها تقرر ده مش لجنه الحكام. الكلام ده ايه؟ هو لازم لائحه المسابقه ايوه بتكون بتنص على ما دي التعديلات الجديده المفروض ولازم لائحه المسابقه تنص. طالما شيء جديد لازم لائحه المسابقه يتقال ان في كذا وفي كذا وفي كذا. زي التغييرات لما تمت بعد كورونا كانت 3 بقت 5 راحت لازم تدرج تتعدل في لجنه المسابقه. لازم تدرج لا تدرج مش تتعدل لازم تدرج نصيا في لائحه المسابقه. يعني لكن كحكام لا انت مالكش دعوه بالقصه دي. لا انا بروح تنفذ لائحه المسابقه تنفذ. يعني مثلا مباراه السوبر، في المباراه السيمي فاينال ما كانش في وقت اضافي في التعادل، في النهائي كان في وقت اضافي. دي لائحه ايه؟ ده قانون ولا لائحه مسابقه؟ لا دي لائحه المسابقه. انا بنفذ لائحه المسابقه بما لا يخالف نصوص القانون. مظبوط مظبوط. طيب اداء امين عمر بقى امبارح، عايز اروح لاداء ابراهيم امين عمر. اداء راقي جدا، حكم ما شاء الله تحركاته هايله، ادى مساحه رائعه في حته الايه انك تمشي اللعب. كان دايما يروح لك على الكوره ويمشي، يعني ادى مساحه حلوه. الصفاره الكتير بتبطئ الماتش بتوقع الريتم، فدي من اهم مميزات امين عمر امبارح. شيء يسعدنا وان شاء الله هيستمر على هذا ويبقى عنده افضل. احنا نتمنى ان شاء الله ان امين يبقى موجود في كاس العالم مش بشكل صوره مشرفه. لا ان شاء الله ولا ماتش ويرجع. لا احنا ان شاء الله نشوف امين في سيمي فاينل في فاينل زي ما شرف التحكيم المصري ولعب الافتتاح بتاع كاس امم افريقيا 2023 في كوتيفوار ولعب السيمي فاينل. الطقم اللي لعب المباراه بتاعت الاهلي والزمالك انا قبل المباراه قلت للراي العام كله امين عمر ورفاقه اداروا مباراه الافتتاح في كاس امم افريقيا في كوتيفوار. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان امين عمر يكون في المباراه الافتتاحيه والنهائيه في كاس العالم ان شاء الله 2026. اتمنى طبعا طبعا اتمنى. حكم كبير وحكم هايل بصراحه. اديته كام من 10 بعد الماتش؟ انت رايك ايه؟ انا بقول لك هايل. انا قلت لك هايل. هايل دي كام من 10؟ من نجوم الماتش. من نجوم الماتش امين عمر. هايل دي كام من 10؟ بالنسبه لي 9. 9؟ ظلمته والله. اديته اكتر؟ لا يعني ما نحبش نقول انا لا انا لو ما كنتش موجود انا لو ما كنتش موجود تفرح الناس. انا لو ما كنتش موجود في الماتش كنت هقول الدرجه اللي هو خدها، لكن يعني دي برضو اسرار المباراه يعني. لكن انت شايف بالنسبه لي لما انا قلت لك 9 قلت لي دي قليله عليه صح كده؟ ما انت قلت خلاص هي طلعت من بقك خلصت. التحكيم المصري قليل عليه 10 من 10. نتمنى في اللي جاي ان شاء الله، لان اللي شفناه السنه اللي فاتت لا لا ان شاء الله نتمنى استمراريه. احنا ان شاء الله هنبني على ده. عشان خاطر كده قلت لحضرتك احنا مش عايزين نبالغ في الفرحه، ان في الاول وفي الاخر ده مباراه وانتهت. عندنا حوالي لو انا مش عارف السنه اللي فاتت كان 306 ماتش، ما نعرفش اللي جاي هيبقى يعني لسه مش عارف الجدول كام مباراه، لكن في الاول وفي الاخر ممكن مباراه في القسم الثاني تهز استقرار اللي تم بنائه. فاحنا عايزين من اصغر مباراه لاكبر مباراه الاهتمام يبقى واحد عشان في نهايه الموسم الناس تقف لنا احتراما. في ناس هتطلع جديده السنه دي؟
والله هو كابتن محمد فاروق طلع مجموعه كبيره في دوري المحترفين، لكن للاسف الشديد ان هو لازم يتم الحصول على الرخصه بتاعه الفار عشان اداره المباريات، ف ما كانش في وقت، بس ان شاء الله في يناير باذن الله مع مجلس اداره الجديد في اول جلسه باذن الله، سواء احنا كنا موجودين او الاخوه زمايلنا الحكام السابقين هيبقوا موجودين في لجنه الحكام، يعني هنوصي بعمل دوره لاستخراج رخص الفار عشان خاطر يطلع ان شاء الله حوالي مثلا لا يكون عن 12 حكم ان شاء الله. حاليا ابراهيم نور الدين من ساعه ما مسك المدير الفني للجنه الحكام بيشتغل وبيروح وبيعمل تدريبات وبيلف المحافظات وبيعمل وبيشرف على الاعداد الحكام للموسم الجديد وحاجات كتير شغالين عليها بشكل جيد جدا. اللي جاي لو مسكت رئيس لجنه الحكام هيفرق مع التحكيم؟ تبقى انت صاحب القرار فبالتالي امكانياتك الاداريه في الحته دي هتظهر اكتر؟ انا مش محتاج ابقى رئيس حاجه عشان ابقى صاحب القرار. انا اي مكان اخش ومش هشارك فيه في القرار انا مش هقعد فيه ايا كان منصبي ايه. مش محتاج؟ لا مش المنصب اللي هيخليني صاحب قرار، القرار أنا الشغل اللي هيخليني صاحب قرار. اوكي القرار بيبقى لرئيس اللجنه. لا القرار جماعي، حتى لو رئيس اللجنه هيبقى قرار جماعي، مفيش شغل فردي. ما هو مش حضرتك، مفيش حد بينجح فردي. مش حضرتك اللي هتقول كده، الكلام ده في التصويت. رئيس اللجنه هو اللي يقول لك لا قراري انا اللي يمشي. الكلام ده يا فندم في التصويت. انا حتى لو شغال مع رئيس اللجنه، لو جيت حضرتك عندك ماتش وجيت حطيت دلوقتي حضرتك فلان في الماتش ده، يجي رئيس اللجنه يقول لك لا انا عايز محمد عادل في الماتش ده، اديله السلام والسلام عليكم. طالما في اجماع على اللي انا بقوله، لو هينفرد بقراره يكمل شغل لوحده. مفيش منظومه بتنجح بقرار فردي، حتى لو انا المسؤول مش هاخد قرار فردي، لازم المجموعه كلها تشارك. المجموعه كلها تشارك، العمل الجماعي هو اللي بينجح، العمل الفردي وان انت عايز تنسب لنفسك ان انت نجحت عشان خاطر ده قراري، القرار قرار اللجنه. كابتن اي حد كابتن. محمد ابو خاطر كابتن لو سمحت رئيس اللجنه زي المدير الفني لو سمحت، كل المساعدين بيدوا ارائهم وفي الاخر المدير الفني كلامه اللي بيمشي. لو سمحت اتفضل. محمد ابو خاطر طبعا شفته امبارح وهو بيدرب الحكام كويس. محمد ابو خاطر عامل مجهود كبير جدا مع الحكام. عارف. امين عمر والطقم اللي معاه احمد حسام ومحمود ابو الرجال عملوا 120 دقيقه. احنا شفنا لعيبه ممكن يكون يعني جالها شد وجالها خلاص بدايه موسم. لو امين والحكام مش مستعدين بشكل جيد كان حصل لهم نفس اللي حصل للعيب، كانت هترجع الاخفاق البدني كان هيرجع على مين؟ لجنه. على اللجنه. مش صح. محمد ابو خاطر يبقى العمل جماعي ولا لا؟ يبقى محمد ابو خاطر بيمرن الحكام عشان خاطر تقدر تجري وتكمل، واحنا بنثقف. ماشي تمام، مش مختلف معاك كده كله. وغيرنا بيعمل شغل الاداري الدكتور عزب، لو ما بلغش الحكام مش هيروحوا الماتشات. حلو. يبقى ما فيش حاجه اسمها قرار فردي، قرار جماعي في كل شيء. يا كابتن رئيس اللجنه زي المدير الفني، لا زي المدير الفني بيبقى عنده المساعدين وعنده اللي بيعملوا الشغل الاداري وعنده اللي بيعملوا الشغل الفني، وفي الاخر بنيجي نحط التشكيل بيقولوا بياخد رايهم، بس في الاخر انا كمدير فني كلامي اللي بيمشي. لا الكلام دوت ما ينجحش. الاستقلاليه بالقرار، استقلاليه بالقرار، يعني مش عايز اقول كلمه تقيله يعني، بس على الاقل اقصر طرق للفشل. عشان كده ابراهيم نور الدين المكان اللي بيروح لو ما كانش ليه دور ما بيكملش فيه. ايا كان اللي كنت بشتغل مع ايه، لو ماليش، لو مش هشارك في القرار هو يا ماشي كلامك يا اما ما انا ما قلتش ماشي كلامي، انا بقول بشارك في القرار. ما تاخدش قرار تقول لي اعمل كذا. انا مش تابع لحاجه، انا مش تابع لحد، انا جاي بشتغل واشتغل في عمل مؤسسي، والعمل المؤسسي يعني السيستم بتاعه رئيسه مرؤوس. بس طالما تم التنظيم وتم التنسيق وتم توزيع ملفات وقعدنا على ترابيزه كل واحد بقى ليه قرار، لازم يبقى فيه اغلبيه للصالح العام. للصالح العام. أوكي. لكن لما اختلف انا وحضرتك، انا هراقب الماتش ولا حضرتك تراقب الماتش، ده كده بقت مصلحه شخصيه. لكن لما اختلف انا وحضرتك احط محمد عادل ولا احط محمد الحنفي، دي بقت مصلحه عامه، هيخش فيها مصلحه مصر على المستوى الدولي، هيخش فيها مباراه هامه ونجاح مسابقه، يبقى لازم الصح اللي يتعمل. ولو انا حسيت ان حضرتك
هتاخد قرار يتسبب في اخفاق العمل، شكرا، عشان خاطر ما اخسرش زمايلي خالص. الموضوع بمنتهى البساطه. في حاجه زعل؟ لا ما يزعلش خالص، ده وجهه نظرك. ولكن انا عايز اسالك سؤال، في حاجه حصلت كانت غريبه جدا وسالت فيها برضو، ان هي تشكيله الحكام اللي سافرت، ليه مش واخد عدد زياده؟ عدد زياده؟ ما هو العدد ده واخد 2 فار. ليه 2 فار؟ انت عندك ما شاء الله حكام فار كتير، ليه واخد 2؟ عشان في مباريتين في نفس التوقيت، يعني في نفس طيب اليوم. يبقى انت المفروض تاخد 4 على الاقل، واحد هنا فار ومعاه المساعد، واحد هنا معاه فار ومعاه المساعد، لان الماتشات مش على نفس الملعب. ليه مش واخد راحتك؟ هي عند حضرتك حق، ودي ملحوظه احنا كتبناها، وان شاء الله في المستقبل هنحاول يبقى العدد زياده عن كده، بس احنا نحمد ربنا ان هي غلطه منكم. يعني مش عايزين نقول غلطه مننا، احنا عايزين نقول يعني ايه، الظروف ما سمحت لناش ان احنا ناخد عدد اكبر من كده، لكن في الفتره اللي جايه ان شاء الله لو في سفريات كل مباراه هيبقى ليها طقم خاص. ايوه، مين اللي غلط الغلطه دي؟ انا والله العظيم. ولا انت بتقول دلوقتي انا عشان ما اتحملش حد؟ لا، انا اللي شفت ان المجموعه دي ممكن كده، فديت للكابتن فاروق والدكتور عزب وافقوا على العدد، انا اللي سببت ذلك. مش مصدقك بس هعديها. خلاص انا بقولها لك بوضوح، مش مصدقك بس هعديها، لان هي اكيد حد تاني غلط. لا لا، مفيش، هي مش غلطه. لا غلط، لا مش غلط، لازم تبقى رايح بكفايتك بعددك. أوه. لان انا سمعتك مره بتقول هبقى انا اعلن على الحكام وهنفترض حكم اتصاب، حكم مش عارف، ما هو ده وارد كان يحصل كده، يبقى انت كان لازم يبقى معاك كفايتك علشان تشتغل براحتك. هو حضرتك احنا مسافرين لبطوله ليها قواعد وليها نظام وليها سيستم وليها اعداد، ماشي. هما لو كان جاي عندنا احنا مساحه ان احنا ناخد الحكام كلها كنا خدنا. هو ده العدد اللي احنا هو ده العدد اللي اتسمح لنا بيه. واحنا وافقنا عليه، ويعني والامور عدت على خير، وان شاء الله في المستقبل هيبقى الامور افضل من كده ان شاء الله باذن الله. طيب، توعد جمهور الكوره بايه دلوقتي واحنا على بدايه موسم جديد يوم الاربعاء ان شاء الله؟ بص لكبيرتك ووعد الجمهور. هقعد الجمهور ان شاء الله الحكام، نيابه عن حكام مصر، بنشكركم على دعمكم اليومين اللي فاتوا وخلال السوشيال ميديا في البدايه، وان شاء الله بنوعدكم ان احنا هنبقى في منتهى الحياديه، وان احنا موجودين على مسافه واحده من جميع الانديه، وان احنا اللي هنشوفه هنحسبه، ومحدش هياخد اكتر من حقه ايا كان في اي مكان وفي اي توقيت. قولا واحدا اساسا انا بقول كده عشان عارف مقياس نجاحك هيكون ايه؟ لما تيجي ماتشات تقيله ومحدش يقول لك عايز حكام اجانب، اعرف انك ناجح من غير ما تسال حد. ان شاء الله باذن الله ما فيش حكام اجانب هتيجي ان شاء الله. باذن الله، إن شاء الله. وده انا شخصيا ده هذا ما اتمناه. حكامنا عندنا ما فيش مباراه في الدوري المصري السنه الجايه او اللي بعده هتبقى اقوى بظروف السوبر ده، في حساسية بظروف السوبر ده. صحيح. اللي ينجح في الاهلي والزمالك ده هينجح في نهائي كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله، وانا ان شاء الله تعملوا موسم حلو وتشرفوا التحكيم المصري، ومش عايزين خلافات، عايزين نجاحات للتحكيم المصري ايا كانت الخلافات نتغاضى عنها لغايه 10 ديسمبر، ونشوف ايه اللي هيحصل بقى، مين اللي جاي، مين اللي قاعد، مين اللي مكمل، مين اللي دماغه فيها طموحات كبيره عايز يكملها، هنشوف كل ده ان شاء الله. تشرفتني ونورتني حبيبي، بس ببارك لك على السوبر وكل الماتشات، مش ماتش الاهلي والزمالك بس، لكن خاصه الاهلي والزمالك، لان دي المباراه اللي كان الجميع منتظرها والجميع كان متخوف لا يحصل حاجه في التحكيم، كانت هتعمل مشكله كبيره. لكن طبعا كان عندنا حكم كبير وطقم تحكيم كبير، عشان اكون دقيق في كلامي، ادوا المباراه على اعلى مستوى واحسن من اي اجنبي كان ممكن يجي يحكم المباراه، وباقي المباريات كلها مشيت وعدت بدون اخطاء مؤثره في نتائجها. ده اللي احنا عايزينه في الدوري بقى ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. نوعدك ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتني ونورتني، ومبروك نجاحكم في السوبر. حبيبي الله يبارك فيك. اشكرك كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام، بشكره على حضوره. بطلع فاصل واستقبل زميلنا الصحفي محمد عراقي بعد الفاصل.